احلى صباح على كل راجل جدع من منزلي هذا، احييكم واتمنى لكم قضاء يوما سعيدا. الكرة دفاع ممتاز في هذه اللقطة. حياة النبي محمد، ده اللي هيجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. تمريرة برؤية عظيمة، احرق ابو اللي جابك في الارض. يا سلام على التدخل بدون مشاكل، عند الفرصة والهدف ياتي، الضغط مستمر، الاصرار على الهجوم، اخيرا الكرة في المرمى، هدف مستحق، مجهود كبير من الفريق حتى الان في هذا اللقاء. ميتوا الانتهاء لاصحاب الارض الى المباراة النهائية من البطولة. هذه هي عادات نصف النهائي، دائما تكون الامور حادة متقاربة في الملعب، ليس من السهل حسم الامور بنتيجة كبيرة، ولا احد يتوقع او يراهن على ذلك في دور متقدم كهذا، لكن حقيقة استحقوا التأهل للمباراة النهائية بعد الذي شاهدناه منهم في مباراة كامبل. كريكوريتش هاي 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 هيقف يتقدم فيها بمهارة، الله على الاستحواذ على الكرة. كريكوريتش راحت عند مالين، فرصة تعديل النتيجة، والكرة في المرمى. حبيبي 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 حبيبي، بقول لك ما احبش في الدنيا كل احست مني والله. تمريرات رائعه من فرايبورغ، العرضيه لا تشكل خطور، سجل ليعود. يا رب ارحمني بقى، عجل بامري عجل بامري، عشان خلاص انا خلاص. تسويب على المرمى، يا رب هدف يعني. محبوب وبر وبربر دي يعني بيحب ولدي قوي، وبيعمل احلى وجايب في بلده مع الكبير والصغير، يعني تكفي لما يقولوا انه فخر العرب، انه اقوى من ابو الهول وخفره من قرع. كان هازارد محاوله خطيره. شد الجوانه محمد وادعي لي ربنا ياخدني. والنبي محمد ادعي لي ربنا ياخدنا محمد، اصل انا ماليش في الانتحار والله العظيم. ثلاثه فرصه مواتيه للتقدم في المباراه. اوهو ده انت خنزير، على طلع خنزير، طلع بالثلاثه خنزير ابن خنازيرين. يتقدم للامام مالين، تصدي لكن اللعب ما زال متواصلا، مستحيل كرة التقدم في وابا. الله يا بلاد الله. هذه هي صافرة نهاية المباراة، انتصار وثلاث نقاط من نصيب بروسيا دورتموند، الفوز تحقق وهذا هو المهم. أكيد هدف الدقائق الأخيرة له فرحة كبيرة، لكن أيضا الكل كان تحت الضغط في انتظار هذا الهدف.